اهلا وسهلا بالشباب، اتفضلوا اتفضلوا، منورين. اؤمروا يا شباب. الشيكات دي؟ شيكات ايه؟ انا ما مضيتش على شيكات. هات الفلوس يلا، بلاش رمادة. مش دافع. يعني ايه؟ يعني مش دافع، اصل انا صايع وبلطجي، ولو ليكوا شوف حاجه يلا العبوا مع هوجن ودوجن. اهدى اهدى، وانت وهو ما تنفعلش. ولا كمان اسمه الفلوس تدعس، فاهم؟ اسمه حد، اسمه واحد. هو الواد اللي اسمه سامي ده اللي شفته فين؟ انا امك لاني، جاره الست ام سامي الله يرحمها. يا هند يا بنتي، انا جايه متعشمه فيك خير. وسامي لو كان يعرف ان احنا جيران امه الله يرحمها ما كانش عمل كده في ابنك لاني. لكن للاسف سامي كان في الجامعه وابنك لاني كان صغير في الاعداديه. انت متاكده ان سامي هو اللي عمل في ابنك كده؟ وانا يعني هبل عليه؟ سامي مش ممكن يعمل كده. ده كان هياكلني بلعه في نفخي يموتني. والنبي وحياه مامت حضرتك، اوعي تقولي له ان انا قلت لحضرتك لحسن يكسر لي المحل ده، مش هيعتقني. ربنا ما يرميكي في ضيقه يا هند يا بنتي. قولوا له يصبر على الولا شويه، هو صحيح غلطان ويستاهل اطمر قبله. ده اول لحلتي يا هند يا بنتي، ماليش غيره في الدنيا. خلاص يا ست ام كليني، انا هتصرف، ما تشيليش هم. ربنا يكرمك.